يعني بصراحة أنا ما عم أفهم، لأنه هذا المحامي زوده شوي مو هيك؟ يعني إذا انفجر بالون عنده بالحارة بيحملني المسؤولية. ما قلت لي ليش جبتوني لهون؟ زوجتك سابا جولبري والمحامي قدير أيدن وابنك جان تعرضوا لحادث، عندك علم بهذا الشيء؟ اي عندي يا سيادة المحقق، أنا دائما بتوصلني أخبار عائلتي. ابني الكبير حسن الصبح اتصل فيني وخبرني بالحادث. ابنك قال لك هاد مو حادث عرضي؟ هاد مدبر، يعني ممكن يكون في نية جريمة بفعل فاعل. شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مين هذا اللي بده يقتلهم حضرة المحقق؟ طيب لقيتوا شي لهالواطي ولا لسه؟ لا لسه ما عرفنا، بس انت بتقدر تساعدنا لنعرفه. كنت موجود جنب البناية باليوم السابق للحادث، حتى كنت بموقع سيارة المحامي. شو كنت عم تعمل هنيك بهالساعة المتأخرة؟ معقول عم تخطط لقتل المحامي قدير؟ من كل عقلك هذا الشيء؟ لك هذا بيتي، بيتي أنا راجع على بيتي. مرتي هنيك. ليك بصراحة أنا علاقتي مع مرتي بالفترة الأخيرة ما أنا كتير منيحة، ما بتخليني فوت على البيت، وبصراحة بقلق عليها وبشتاق لها كمان. عم تفهمني ما؟ أنا من 7 سنين كاملة ما شفتها، لسه ما طفيت شوقي لها. أنا بحبها لكل باري كتير. طلعي فيني واحكي الحقيقة، البابا ضربك؟ والله ما عم صدق هالشي. شو هالحكي أمي؟ ليش ما قلتي لي من قبل؟ ما قلت لك مشان ما تاخدي فكرة سيئة عن أبوكي. يا ريتك قلتي لي إنه عم يضربك من قبل. بالعكس منيح إني ما قلت لك، شوفي كيف زعلتي. إمتى صار هالشي؟ إمتى ضربك؟ احكي. مرة واحدة بس، أصلاً ما بيقدر يعيدها. تمام؟ ليك أخي قل له للنائب العام. ليش هيك على طول بيضل يستدعيني؟ أنا زلمي عندي شغل، ما في داعي يستدعيني لعنده، بكفي يتصل فيني على التليفون، منحكي بالتليفون ومنحل الموضوع. يلا يعطيك العافية. قدير، ما في دليل أو أي شاهد ضد الزلمة، أطلقت سراحه. شكراً أردام، فيني أطلب منك طلب؟ بدي نسخة من إفادته لباركين، ماشي؟ أنت لوين رايح؟ قدير؟ أيوب، معقول تروح بدون ما تحكي معي ولك؟ من بعد هلأ بدك تفش خلقك فشه فيني. إذا بيصير شي لقول بري أو حتى للولاد، صدقني بقتلك بإيدي، فهمتوا لك؟ ساعتها رح أورجيك وشي التاني يا ندل. قدير، إذا في عندك قوة فقتلني هلأ، لأنك إذا قربت من مرتي وولادي مرة تانية رح تشوف مين رح يقتل مين. أخي وين كنت لهلأ؟ ليش حالتك هيك؟ شو صاير؟ جهزت الشغلات يلي طلبتها؟ جهزتها كلها، هلأ بالنيابة رح أعطيك هالملف، بتروح على دائرة الزواج بتقدم طلب زواج سريع، ماشي؟ زواج سريع؟ عم تحكي جد؟ ليش مستعجل هيك؟ فهمني شوي أخي، الزلمة كل ماله عم يجن بزيادة، ما بنعرف شو رح يعمل، لازم أحمي جولبري. أخي شوف، أخي يعني أنا لازم أقول هالشي، لا تعصب مني، بس العشق والحب شي حلو كتير،
والحنين للماضي كمان حلو، بس الزواج بهي السرعة أخي. أنت متأكد؟ أنا بحب هاي المرة وهي بتحبني، شو نعمل؟ نلتقي بالسينما مثل المراهقين مثلا؟ ايه بس جولبري عنده 3 أولاد وحسن لحاله قد 4 أولاد وانت عندك مراهقة. شوف رح يصير عندك 4 أولاد. بعرف هالشي. ليك أخي عيشوا حبكن هلا. إذا كنت بدك تدعم جولبري دعمها للآخر ماديا ومعنويا وخليها جنبك، بس الزواج وبهي السرعة يعني 3 مراهقين من ضمنهم أرتيمس وهداك العفريت الصغير رح تتعذب كتير معهم بحياتك. باركين هدول الأولاد مناح وقلوبهم كتير نظيفة، بعدين هنن بيستحقوا يكون في عندهم أب منيح، رح نصير عيلة حلوة لا تاكل هم. يعني أنت متأكد أخي فكرت مني؟ باركين لك رح أطلب يحضروا قالب القات. أطلب ماشي يلا سريع. ها ايه سريع. ألو عندك معارف بالبلدية أو بالنفوس؟ عندي. ليش عم تسألي؟ بظن قدير قرر يتزوج هلأ وما بعرف بجوز يكونوا تزوجوا، بس في شي أنا متأكدة منه إنه في شي إله علاقة بالزواج ولازم أعرف. طيب ماشي اهدي بكرة منشوف. ما فيني استنى لازم أعرف فورا. شيمة أنا باجتماع مع موكلتي هلأ. ليك لازم أعرف اليوم بالموضوع إذا تزوجوا ولا لسه ما تزوجوا. الموضوع حياة أو موت، ما عم تفهم مسعود؟ اتصل بالزلمة اللي بتعرفه، أنا جاي لعندك فورا. جولبري جولبري شو في قدير؟ أخذوا إفادة أيوب بس أطلقوا سراحه بسبب قلة الأدلة. هون في قرار حماية وإبعاد وقع عليه، على الأقل بتكوني أنت والولاد بأمان شوي. ماشي جولبري؟ قدير أنا ما فهمت شي. جولبري شوفي خطط هذا الزلمة عم تفشل كلها، ما ضل عنده شي يخسره وبيعرف أنه بأي لحظة رح يمسك، ما بدي إياه يقرب منكن أكتر من هيك، رح يأذيكن. يلا وقعي وقعي مشان يصدر القرار فورا. هذا إبعاد عن الولاد كمان مو؟ مظبوط، طالما هنن بالبيت هو ما بيقدر يقرب منهم. والولاد كيف رح يقدروا يشوفوا أبوهم؟ لا تواخذيني بس إذا ما شافوا الزلمة بهالعقلية بيكون أحسن لهم. مو ظابطة إنه الولاد ما يشوفوا أبوهم، خاصة بدرية. بدرية عايشة معه بالبيت، يعني ما بتعرف قديش تعبت لحتى قدرت أكسب قلوبهم مرة تانية. إذا وقعت على هالقرار هلأ متأكدة رح يكونوا بطرف أيوب ورح أخسر الولاد على الآخر كمان. لا مستحيل ما رح أوقع. قول باري صدقيني هالزلمة مجنون ومريض نفسي، معنك مستوعبة؟ هو طعن حاله بإيده وكمان ضربك فوقه، لا تستغربي يستخدم العنف على الولاد كمان. بترجاكي أنا عم حاول أحميكم بس يا قول باري وقع عليه. قدير بكفي بقى، لك عن جد مليت. من جهة أنت بتسحبني لعندك ومن جهة أيوب بيسحبني لعنده، يعني ما بيحق لي فكر بعقلي شوي بلا هالضغط؟ لازم نفذ بدون ما فكر بنوب. وقعي على هذا القرار، اعملي هيك ساوي هيك. قدير الموضوع هلأ متعلق بالولاد، كيف بدك يعني قرر بهالسرعة هي؟ جولبري شوفي لهذا السبب، مشان حماية الولاد ومشان حمايتك خلينا نتزوج فورا. أنا عطيت الطلب لباركين، خلينا نتزوج بكرة. بترجاكي خلينا نحل الموضوع. مستحيل تزبط بكرة، حتى لو زبطت بكرة رح يصير مشكلة. هالشي من سنين ما زبط، هلأ مستحيل يزبط. خلص انسى القصة، ما بعرف يمكن القدر عم بيبعدنا عن بعض. قدر شو؟ أيوب هو اللي بعدنا عن بعض من زمان وهلأ نفس الشي. ليش دايما بتقول هالحكي؟ قلي شو عمل أيوب من 20 سنة؟ امتى رح تقلي؟ احكي شو عمل أيوب؟ أنا لازم روح مشان شوف أرتميس. قدير بدك تفوتي؟ لا ما بدي.
معلم أنا بأخذه عنك. أنت روح وارتاح شوي، أنا أعطيتك إذن. شو ما عملت ما رح أقدر أرتاح معلم، أنت حلي الوحيد. رح تشوف لي الحقيقة؟ أنت فكرت منيح؟ أمي وأخي جان كانوا بهديك السيارة بوقتها معلم. إذا أبي صار قلبه أسود لهي الدرجة ممكن يأذينا لسه، واجب علي أحمي عيلتي. وحتى لو كان من أبي بذاته ما ضل عندي حجة أتخبى وراها نهائيا معلم، وصار لازم أعرف الحقيقة. لازم تعرف لي إذا أبي عمله ولا لا. مثل ما بدك. وهلا منضيف قطع الشوكولا فوق الخليط بهذا الشكل، بعدين منحركهم بهي الطريقة. وإذا كنتوا عم تحضروها للشخص يلي بتحبوه لازم تحركوها منيح. إن شاء الله تعجبك حسن. بحبك بحبك بحبك، بعشقك بعشقك بعشقك، بحبك كتير. شبك يا بنت؟ أهلين بابا. عيونك عميل معه. سمعتك عم تقولي حب، شو شكله كان يومك حلو مو؟ مزبوط، مبسوطة كتير. الحياة دائما بتخبي لي مفاجآت وبتعطيني اللي بحبه. حاسة قلبي عم يرقص من الفرحة. لهالسبب حضرتك عم تحضري جاتو وتخلطي بكل حب مو؟ مزبوط، لأنه هيك بصير أطيب. يعني أنا واقفة عم حضر جاتو وأنت هون عم تتمسخر علي بابا. الله يسامحك. شو بدك تعملي؟ لما بيكون عند الواحد بنت حلوة هيك بيصير بيغار عليها، مو بإيدي بنوب. للحظة فكرت عم تعملي هذا الجاتو لحدا تاني، بس أكيد مشاني. طبعا أنت عم تحضري لأبوكي بس، صح كلامي؟ بتساوي لي شاي؟ ايه بعمل لك. صراحة أنا زعلانة منك، بس بكفيني أشوفك مرة واحدة، ما بقدر ضل مزعلتك. انبسطت بتليفونك. أهلين سيلينا. يلا خلينا نروح، خلينا نحكي عروة. ماشي نحكي. سيفو عندك وقت؟ عندي، تفضل. عرفتني؟ أنت زبون المحل سعيد، ما هيك؟ بدي مساعدة. إذا بيطلع بإيدي تكرم. واقع بورطة، بدي منك معلم يعطلي سيارة. ما منشتغل هالشغلة. إذا اعترف ينخرب بيتي وبضل بالسجن. لهي الدرجة؟ بهيك حالة لازم تقتل هذا الزلمة. في أوزكان بحلل لك هالقصة، بس بدك تدفع له وفورا. ما أنا مشكلة، بس أوزكان بينوثق فيه؟ خلينا نتقابل لكان. الزلمة موثوق، عملها من قبل. عن جد؟ مع مين؟ والزبون انبسط؟ هذا الشيء بيضل سر. أنا رح أحكي مع أوزكان الصباح. أنا رح سجل رقمك وبرد لك خبر. ماشي.
ما بدنا نحكي؟ ليش ساكت؟ خوفتني حسن. ليكي سيلين اسمعيني شوي، نحن ما تعرفنا بظروف طبيعية، بعرف، بس انتي آمنتي بعلاقتنا وأنا كتير بحترم وبقدر هالشي. صدقيني سيلين، رجاء. ايه للصراحة أحيانا ما بيمشي الحال، يعني انتي قد ما حاولتي تعملي مشان تنجحي هاي العلاقة بالأخير بتفشلي بهذا الشيء. أنا جربت، صدقيني جربت، بس ما عم بقدر كفي، لأنه دائما في بحياتي مشاكل، قلتلك من قبل كتير ورح عيدها. حياتي كلها عبارة عن مشكلة ورا التانية. حسن سيلين، أنت عن جد بتستاهلي حدا أحسن مني بكتير، عن جد لازم تحبي وتنحبي، هذا الشيء من حقك، بس للأسف أنا ما بقدر كفي بهاي العلاقة بعد اليوم، لازم نترك. خلص بترجعك حسن، وقف شوي. أكتر شيء بكره أنه حدا يحسسني أني غبية وما بفهم، مو مصدقة ولا كلمة قلتها. صار شيء بعد ما التقينا، وهلأ بدك تنفصل عني لهذا السبب، ومن حقي أعرف شو صار معه. شو في حسن؟ الحديث اللي كنا عم نحكيه لسه ما خلص، نحنا لازم نحكي ونوضح كل شيء لبعض. أنا ناطرتك تحت. عم بستنى حسن، ما بدك تجاوبني؟ في بنت غيري؟ شوفي سيلين، أنا بهي الفترة فهمت شغلات كتير ما رح أقدر أعترف فيها حتى لحالي. أحياناً الإنسان ما بيقدر يهرب من حاله، هلأ فهمت. أنا بحب أرتميس. عن جد أرتميس؟ عن جد. أنا سألتك، سألتك إذا في شي بيناتكن حسن، وقلت لي لا، لأنه ما كان في. صدقيني ما كان في شي. خطفوا أرتميس وكانوا رح يقتلوها، وبهذاك اليوم أنا اللي طلعتها من الحريق بإيدي. بهي اللحظة فهمت أني بحبك. خلص بكفي، ما بدي أسمع، ما بدي أعرف شي أكتر من هيك. سيلين شوفي، أنا عن جد ما كان بدي أجرحك بهذا الشكل، بتمنى تصدقيني. حسن ليك، أنت ما بتحبها ولا شي، بس شوف أنا عليها على طول، هي بتطلع عليك ببراءة وبتتمسكة، ما في شي تاني غير الشفقة بقلبك. حسن أنت بتحبني، وقضيت ليلة حلوة معي مو معها هي، بالوقت يلي كانت ناطرة مشان تعترف لك بمشاعرها. أنا فتحت لك قلبي يا حسن. كنتي بتعرفي أنه أرتميس كانت بتحبني؟ أرتميس أنا طالع. وأنا أحسن ما ضل لحالي، رح أطلع معك. شو هاد؟ وأنت جاهزة؟ إمتى جاي أمك؟
رايحة لعندها. ليش ما اجت اخذتك؟ قال في عندها شغل ومنلتقي بالبيت. لكن انا بوصلك، يلا تعالي معي. انا ماني بنت صغيرة بابا. ما انك صغيرة؟ ها؟ كبرتي مو؟ صرتي صبية حلوة. مع السلامة. جينا مشان يكون كل شيء واضح بيناتنا، تفضلي. ايه جينا نوضح. قدير انا هلا بدي اعرف شو الشيء اللي عم تخبيه عني. رجاء احكي. ايه قديش هون حلوين؟ الكل بيمسك ايد حبيبته وما بيتركها ابدا. اما انا مسكين ما بقدر المس ايده حتى. خليك واثق انهم ما بيعرفوا قيمه الشيء اللي عايشينه. لو سالتهم رح يطلبوا شغلات مختلفه. كنتنا؟ شيما؟ شو في؟ في شيء بدك تقلي اياه؟ مثل شو؟ انت قلي. الله يخليكي احكي بشكل واضح شيما، يعني بلا لها الغموض كله. انا حاسه انه قدير عم يخطط لشي، بعرف. احكي، هو عم يفكر يتزوج هديك المره مو؟ زواج شو؟ قلي لي من وين بتجيبي هي الشغلات ولا تتخيليها؟ ما في شي، ما بده يتزوج. باركين. شوفي شيما، عندي اجتماع لازم لحقه هلا، وانت روحي تفرجي على فيلم او اشربي قهوه وارتاحي، ما في شي، يلا بشوفك. شوف حطيت لك أكل، قال لا تشبع. كيف خدعتها لماما؟ أكيد هي ما سمحت لك. ما خدعتها، فكرت إنه ما حد تسمح لي، خبيته بحضني، بس هي حبته، سمحت لي خليه عنا. أكيد ما كان بدها تزعلك، مو لأنها حبته. ماما حلوة ومنيحة وبتحبنا، ما بتقدر تزعلنا، بتحب تفرحنا. قلب ماما مليان بالحب. وقلب بابا؟ لا بابا مو هيك. ليش جم؟ لأنه هو ضرب ماما؟ صار شي تاني كمان. أنا رح قلك بس لا تقولي لحدا. موافقة، ما رح أقول لحدا. إذا عرفت أمي أو أخي هن اللي حيعصبوا منه. ماشي، وعد ما رح أقول لحدا. يلا. مو كان بابا مريض؟ ورحتي نمتي؟ قلت بسلي بقرا له قصة وبفرجيه قدي أنا بحبه، بس هو دفشني وقعد على الأرض وصار يعيط علي. ما فهمت شو كان عم يقول، بس برأيي هو مو منيح أبدا. أنا ما بيهمني إذا هي بتحبك أو ما بتحبك. واجهت الكل من شانك، واجهت أبي وآرتيمس، تذكرت مو؟ حسن شوف هلا عقلك مشوش وما عم بتفكر بوضوح. بترجاك اقعد وفكر برواق. بترجاك حسن لا تدمرنا، بترجاك. سيلين أنا بأكد لك إنه احترامي لمشاعرك ما رح يتغير بنوب. بعرف بتحبيني وبتحبيني كتير كمان،
لأنه عندك قلب كتير طيب. بس هلا إذا ما كان هالشي متبادل ما له معنى. بترجاكي فهميني، سامحيني، انتبهي على حالك. حسن، حسن، حسن. ما بدك شي مع الشاي؟ لا ما بدي، أنا رح أكل مع الولاد بالبيت. الله يخليك قدير، شو صار من 20 سنة؟ كيف منع أيوب هاي العلاقة؟ يلا أحكي. شوفي، ما خبرتك كل هاي الفترة لأنه ما كان في داعي، وإلا بعد ما جيتي على المكتب بعد هالسنين كان فينا نحكي بهذا الموضوع، كان فيني خبرك، مو هيك؟ خلص ما عاد مهم. بتعرفي هلأ شو المهم؟ نحنا حبينا بعضنا من سنين، وهلأ كمان رجعنا حبينا بعض. يعني فكرتك طلعت غلط، القلب ما بينسى. شوف عم تقولها لحالك، عم تقول حبينا بعض مرة تانية. لو ما صار هيك يمكن كنت رح موت من دون ما أعرف أهم سر بحياتي. كنت رح شوف أيوب شخص كتير كويس لحد هاي اللحظة. قدير، أنت ما عم تفهم هالشي. لازم تعرف إنه إذا السر إله علاقة بشخصين بحق للشخص التاني إنه يعرفه كمان. ما بصير تخبي علي مشان ما أزعل وانكسر، ما بصير هيك. بصراحة أنا هدفي إنه ما خليكي تزعلي وتنقهري. بتعرفي شو؟ كل ما فكرت بهذا الموضوع ندمي بيزيد وبيرجع بيتجدد. عن جد إذا عرفتي أنت كمان، عم فكر إنه ندمي رح يضاعف أكتر. هذا اللي خايف منه. بس الحق معك، هاي مو قصتي لحالي. صحيح، هاي قصتنا نحن اتنين. منرجع للماضي، لفوشة. بصراحة أنا اللي بعت أيوب لهنيك. كيف؟ شو عم تقول؟ ما عم أفهم. أنا وقتها كنت قلقان كتير عليكي، وما قدرت أوصل لك ولا بأي شكل من الأشكال، لا برسالة ولا حتى بتليفون. ما قدرت روح على فوشة، ما كان معي لا مصاري ولا حتى وقت. الأسباب معروفة، كنت مضطر انتبه على عائلتي ودير بالي عليهم. يمكن هي الحجج اللي حطيتها. بوقتها ما كنت عارفان شو أعمل أبدا. بهذا الوقت صديق طفولتي أيوب. دقيقة، قلت صديق طفولتك؟ أي نعم. عرفت أنه الخدمة العسكرية لصديق طفولتي طلعت بفوشة، وخبرته عنك، قلت له قديش بحبك، قلت له روح على مطعم أبوها ولاقيها وأحكي معها. ما عم صدق إنه كان صديق طفولتك. إيه، إجا على مطعمنا، بتذكر وقتها أنا فكرته مجرد عسكري عادي، بعدين عرفت إنه من خان تاشكين. سألته إذا كان بيعرفك، سألته إذا أنت وياه رفقات، قال لي لا ما بيعرفك. بعدين فهمت إنكم بتعرفوا بعض لما شفتك بخان تاشكين. بعرف هالشي جولبري،
اصلا بهداك الوقت قدرت لاقي حل لمشكلتي، بس كان فات الاوان وما كنت رح استفاد اذا قلت لك، لان كنت تزوجته. بالحقيقة قبل زواجكم بثلاث شهور أنا عطيت أيوب رسالة وطلبت منه يوصل لك إياها. قال لي إنه أبوكي بيضربك، وكمان قال إنه ما قدر يوصل لأخوكي. هاي الرسالة ما وصلتك أبدا. أنت بتعرفي شو كان مكتوب فيها؟ عرضت الزواج عليكي، قلت لك تعي لعندي شو ما صار، حتى إذا ما قدرتي تكسبي الجامعة قلت لك تعالي على اسطنبول مندرس سوا ومنشتغل سوا، أنا بهتم فيكي. وأنا اللي كنت مفكرة أنك رحت على اسطنبول ونسيتني، فكرتك تعرفت على ناس جداد هناك وكونت صداقات جديدة. كنت مفكرة أنه في مرة فاتت على حياتك. أنا أبداً ما نسيتك جولبري. وأنا هلأ تذكرت كمان، كانت علاقته كتير منيحة مع عثمان، كان يعطيه مصاري ويشتري له هدايا. فهمتي هلأ كيف منعت وما قدرت أوصل لك أبداً؟ بس اللي لسه ما فهمته قدير، ماشي هو لعب لعبة وسخة، نحنا كنا ألعاب بين إيديه. أنا ما كنت بعرف شي، ليش ما خبرتني لما شفتني بخان تاشكين؟ ليش ما وقفت قدامي وخبرتني باللي صار؟ أنا عشت سنين طويلة مرعوبة ومزلولة من أيوب وعائلة أيوب، بتعرف هالشي قدير؟ يعني بدل ما تسكت وتكفي حياتك بهالبساطة كان لازم تفوت على حياتي وتخبرني اللي صار، كنت اختصرت كتير. الحق معك، شو بقدر قلك؟ أصلاً هذا أكتر شي بندم عليه بحياتي. بس خان تاشكين تعرفيها، كنتي متزوجة جديد، ما كان بدي فوتك بمشاكل، ما كان بدي حطك بوضع صعب، فكرت فيكي. أنا هلأ ما لازم أحكي معك، لازم روح أحكي مع أيوب. قول بري ما رح تروحي لعند أيوب، بترجاكي. ليش لحتى ما روح؟ قلي ليش ما لازم روح واسأله ليش دمرت حياتي بهاللعبة؟ معقول حبيبتي أنا عم حاول طلع قرار إبعاد للزلمة وأنت بدك تروحي لعنده؟ يعني هلأ حاملة حالك ورايحة لعنده؟ لا مستحيل، ما بسمح لك رجاء. اتفقنا؟ اي ماشي. شوفي انت منيح؟ صرت منيح هلأ، انا بصير احسن لما ضمك لحضني. بس حسيت حالي لازم شوفك، كنت رايحة لعند أمك مو هيك؟ أنا لهيتك عن شغلك؟ لا، لما سمعت صوتك قلقت عليك كتير، بعدين قلت لها لأمي إنه عندي شغل لا تقلق. شو حكيت مع سيلين؟ أكيد جنت ما هيك؟ لأنه أنا السبب، شو قالت لك؟ برأيي مو مهم شو اللي قالته سيلين، ما في داعي تعرفي وتلومي حالك أرتمس. اللي صرتي معانيتي بكفي، ما راح أسمح أنك تعاني أكثر.
بعدين في هموم أكبر بكتير من وجع الحب بهي الحياة، وسيلين رح تفهم هذا الشيء مع الوقت. كأنه في شيء تاني مضايقك حسن، مثل العادة فيك تحكي لي. ام نمش دائما جاهزة تسمعك. انت دائما بتسمي لي هيك، بس تطلع فيني بهي النظرة كل هموم العالم ما بتفرق معي. تمام؟ شوفك. إذا كنت مو منيح اتصل فيني إمتى ما بدك، أكيد رح رد عليك. طيب بتصل وأنت خبريني بس توصلي على البيت. ماشي ماشي. بشوفك بكرة. بشوفك. مع السلامة. ممكن تقري لي قصة هلأ؟ حاضر بقرأ لك. تعال. أمي مرحبا. أهلين. أهلا فيكي. عم فكر ضل هون اليوم أمي. هي عن جد بنتي؟ إيه ضلي كل يوم. هي أكتر شغلة بتمناها، بتعرفي هالشي؟ بنتي ليش عم تبكي؟ لا، القصة إنه زعلت كتير وقت عرفت إنه بابا ضربك، هاد كل شي. شو صار؟ بنتي ليش زعلانة؟ قولي لي مين زعلك بدري؟ أنا وعدت جان إنه ما أحكي لحدا، بس لازم أحكي هالشي أمي. بابا. لا. طلع كمان ضاربه لجان. كيف؟ إمتى؟ وين وكيف؟ إمتى صار هالشي؟ قولي لي بنتي إمتى؟ خبى هالشي عنا مشان ما تتخانقي مع بابا، بس إذا رحتي سألتي هلأ رح يزعل كتير لأني قلت لي. طلع معك حق ماما. أنا ما بعرف كيف بدي اعتذر، ما بعرف. طلع عن جد لازم تحمينا من بابا. كيف بيقدر يضربه لجان؟ انا ما عم اقدر استوعب كيف بيقدر يضربه لجان. كيف؟ هلا بالاساس كان عنا بكره اجتماع عن بعد مع سويسرا، ولانه بدك الزواج بكره انا اجلت الاجتماع ليوم الاثنين. تمام هيك؟ باركين، شكله الزواج التغى. كيف يعني؟ ليش؟ يبدو جولبري معنا جاهزة بهالسرعة. لا شو هالحكي هاد؟ والله زعلت كتير يا أخي، بس أنا متأكد إنه جولبري حاسي مثلك هلأ. بصراحة هي حاسة بضغط كبير عليها، مانا غلطانة. لازم تستعجل جولبري وتاخد قرار. مثل ما بتعرف أخي أنت كتير نسوان حواليك وبيعرفوا إنك هلأ عزابي. شو بعمل هلأ؟ يعني
برجع بنظم الاجتماع مع سويسرا بكرة ولا بتركه ليوم التنين؟ حبيبتي انت جاي لعندي؟ اوعك تلمس اولادي مره ثانيه. قول باري، شو اللي صاير معك؟ ها، شو اللي عم تعمليه انت جنيتي؟ اذا بترفع ايدك مره ثانيه على اولادي، اذا لمستهم مره ثانيه بدي اقتلك. عم تفهم؟ بدي اقتلك بايدي. عم تفهم شو عم بحكي؟ اتركيني شبك. انا بكون ابوهم كمان إذا بدي بضربهم أو بغنجهم. شو دخلك أنت؟ أنت ولا شيء بالنسبة إلهم. أنا بكون أمهم لهدول الأولاد. إذا ارتفعت حرارتهم بالليل بضل سهرانة فوق راسهم، عم أتحمل حقارة الناس كلها مشانهم. صار لي سنين ساكتة مشان ما تعمل عيلتك شيء وتبعدني عنهم. أنا اللي تعبت بترباية الأولاد. أنا بكون أمهم لهدول الأولاد وأنا بكون أبوهم. أنت ولا شيء بالنسبة إلهم. لك خلصنا وحاش تعيطي. شو صاير؟ ليش هيك جاني؟ يا الله منك، شو ما صار بلاوي معكم تلزقوها بظهر أيوب وبس. بعدين انتي عم تحكي عن حادث الصبح؟ منيح منيح منيح، لأنه أنا كمان عندي أسئلة بتخص هالموضوع. احكي لشوف، شو كنتي عم تعملي حضرت جنابك بسيارة زلمة غريب؟ احكي. مسك الشبكة منيح ابني، وهلأ قيس قديش لازم يكون حجم العين وشكل الحلقة وحط عقدة الراية. عملتها؟ إن شاء الله منتأمل هيك. ليك صارت تمام، وهلأ حط إصبعتك الصغيرة قدام العقدة بهذا الشكل. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلين حسن. أنا إمتى بدي أعرف أعمل الشبكة؟ بس ما أكون قطعتكم. خلص كفوا شغلكم. تعال حسن تعال، عود صب كاسة شاي وتعلم كمان. عود شوف. يلا معلم. في أخبار شي؟ خليك بشغلك لا تقلق، بكرة الصبح منعرف كل شي. يلا لا تتكاسل، عود جنب كوكهان مشان تتعلم. تعال جري. ليكني جيت. استنى خذ شراب. أيوة شو لازم اعمل؟ بدي اياك تمسك الشبكه هيك. ماشي مسكتها. مرق ايديك من تحت. أه. يا عيني عليك قدير. مانو رجال غريب، انت الزلمه الغريب. انا عرفت كل شيء. حبستني بسجنك سنين طويله، خليتني عايشه جوات قفص، وعيلتك حطت احطاطي ما خلتني اتهنى يوم واحد. لك انتو دمرتوا حياتي، بس انا ما رح اسمح لكم بعد هلا. عم تفهم؟ ما رح اسمح لكم بعد هلا. شو اللي رح تسمحي فيه؟ ها؟ يعني قدير طالما كان يحبك لهي الدرجة ليش ما أجا لعندك بدل ما بعتني أنا مرسال بيناتكن؟ ها؟ شو عم يساوي هلأ؟ عم يتهمني إلي إني السبب بالحادث حتى يغطي على ذنوبه؟ وانت شو عم تعملي؟ دائما بتصدقي. حلال عليكي والله. انت شو هذا اللي عم تقوله هلأ؟ لك انت زلمة حقير وواطي وبلا شخصية، كذبت على مرتك اللي عشت معها بس مشان تقدر تتزوجها. شو هذا اللي عم تقوله هلأ؟ أيوة قلتي لي بلا شخصية. هلأ يلي بيحب صار بلا شخصية؟ ها؟
لك أنا حبيتك وعشقتك وتعلقت فيكي. أنا بعت رفيق الطفولة وخنته بس مشان تكوني لألي. ليكي مشانك كان ممكن أقتله بوقتها لو إنه تدخل. إيه وكمان هلأ بقتله وما فكر ثانية واحدة. أيوب أنا كمان بقتلك، بقتلك وما بفكر لثانية واحدة. بدك تبعد عن ولادي تماما، بكفي إنك دمرت حياتي لمرة، ما رح أسمح لك تدمرها مرة تانية، وما رح أسمح لك تتدخل وتدمر حياة ولادي. أوعك تتصل وتسأل عنهم، بدرية ما رح تجي لعندك، عرفت باللي عملته بأخوها. أوعك تتصل بولادي مرة تانية، أوعك.